وحوي قلبتا وحن شوكا حرمتي تنشر نور الله صارو إذا عطي يدي خالقا هيد وإذا عدا بالله ندن وقوه الرئيسي وحوي هذا الوا مدحوين هايقا إن يروح مدحوين هايقا كلي عسكالي تلقان لكن حوكا إس السيبان قدريا إن يروبان إس السيمارتي بان قدريا madaxweynaha waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waan ku leeyahay saxiid abdullahi tani hambalyaan ku leeyahay meeshii yani aad ma aragtay awrka noogu furtay oo awrta ku furtay hambalyaan ku leeyahay waan kugu garab taaganahay shacabka gabdhaan wax garadka simada odayaasha habqabdhaha waxa laala waxaan reer bulnaana oo aan kugu taageersanayn ma jirto محايلي وحوي يعني قفك وحوي بنو آن نقاهي وح ميشا حد عنك حد برير بلدان عن وح نقاتشرا ميشا تن مقدش للي هاي أنو قرن هايو ما قرن ايو ما قرن ايو حد وح نقاتشرا رقبان نقاتشرا يغنى إيمان كالله كسوكو وحوية مدحوينة يجا وحوية مال قال يا ابو نغفري بلان وضل بلارن وضل بلارن وعلى غشيكي يا قال كاي يا بوصا سلامي انت صب بقولو كيلومتر وريجا يا بلان كفردا طل ما انت هايستا ام كفردا حكايا مترو والصومالي تكنتهي بتشرو مركب مدحوينا هاي قوانو هنبليين مدحوينا هنبليان كلها هاي هالكاكا هاي وحان مقلي جوجل يحبا حمر لدغي مدحوينا جوجل شاف مدن قصي سماهم تاني إننا قاعد نكتوين وطال صومالي محمد باي صغير طي جوجل شادي وي طال جوجل كلام ما أنت لجوجل يا مدادة يسي waa waxaan jirin waxna marayna maba ahaba waxa weeye meesha aad kaga haysi kaga hay waxa weeye boqolkiiba sagaashan ayaan kugu ayadsanahay madaxweyne waxaad sameynaysaa gogoshaad way ku taal sidii maana dadka ugu baaqaysa soomaalida oo wax garadka oo waxna dhigeelka waxna dhimi kara waxna goyn kara bad gogoshaa ugu yeereysa laakiin gogol hadda xasan dhigay هدي أدادي دي واحد نقول سمين إسا بران كيبان نقول سمين إسا وين هذا مرن بقى هذين ما أقول الله إيام نقوم ما نقول إسا سلان قبو كو مدر حينا يقول عن شرطين هي يتوبي يسوليبي يتوبي يؤدي يهل كيرو استاقي يهل كانوا مري يهل يتوبي يهي طايرت من اللي سوي دي يتوبي يوحي طاير إثيوبيا وإثيوبيا وأنا أدل كاش شو إثيوبيا هذانا إثيوبيا أنا وحبان كلها أنا إلهي بأن بلاري كينيا وحكلها أنا هاي إثيوبيا وحكلها أنا هاي إلهي بأن بلاري إلهي بأن السيجي وحوي واتجينا إثيوبيا تجينا ذو كينيا تجينا يو ليش عن دونا تجينا مال كسته واحد نوتش كتر كيجي ولا قوات كو أذني إثيوبيا تجي هل كيرو استاج هل كير هذا الله هو هو مقلى يقول لي هي محب هنا يا قاطو محيطو اساسي اساسي محب اساسي معل اساسي كتكتي هذا الله يو اسكو دريديو افارا يو اساسي واوحي كقدبتي هذا الله يسام اساسي هالكاسي دكتي اسم ديدي الدولة ديدي يو مدعوين ياش ديدي يو كحيقين ديدي يو وحي دي ونعم بيستطي هالكاسي دكتي ما انت يلا اسمع مولايسة إذا بسوا جورا للي والعيدا كهدو سوا جورا اللي باحوا هدو طلود عنو حرا الله أوضا سلكنا والله نجا مركو كنا أنا أفكار أفكار ورا صلا الله قصا أفكار لك قصا على قد لا هدي هذا لك سوا جورنا إذا سي يلا كفلا ما أنت إذا سي واحد كفلا إما لا إذا سي ما أنت نما إله يا هاي نمبا هنا حصل شيء ما ينوب باهنين هبل كلا ينوب باهنين محيطو إذا ما ينوب باهنين يدا إيه إسس ما تريس كفلان وحن كنا قلنا يا مدحوينها هيجا
هجانك نو هيا ميل في عمبا هجانك نو هاي سايا هل كا هكا صنغون هل غالكا اوروكا بدوغا يروبا يا صوصا راي دجنين اصوب او كوسابسان لعكتا مدى فرشادا اي لسين جو كاها براد بدات الصوماليدا مادام اي ديرجلينيسو افضوبكا مراكب تجنعسيجا اي استعمالية بدوين تا انديا يو تنقعنكا عدمات ورقرا لاو كاسو بحاي هول غالكا اتلانتا اي ميدوغا يوروبا يا لغو شاقاي ان مركاسي اي كدديغيسو غوان كستا او لعق مدح فرشا لغو سينا يو كوها براد بدايدا مركا اي مركا بفتوبتان وحا تدباتكي لسودا في شركاد لغالا يحاي دالكا بنغال ديش اي بحيساي شن مليون او دولار كامرايكنكا او مدح فرشا هايد او لغو سيدا يي مركب لغو مغاحابو ام في عبداللهي يي شقالي لسعودي او سدحي لباتن غارجي مراكيب تاكو سفرتا حباه دالكا سوماليجا يا لغو باقي اني موجيان في جنان ديرادا يدو لا ايغا يو قطرتا كوها بدع بدادا اي كوها يان مراكيب تا هول غالكا اتلانتا يا لشيغي اير مركا سي او بلابي هول غالو غارا او كادنا براد بدادا يدو اي كاشان يان ويدامدا دولادا فدرالكا يو كوا مون غولا جادا قار بشي لا صودا في ويدامدا كوماندوس كا دالكا سي انديا يا صوفرتي مركا بوين او لغالا يا هاي ودن كا سي او ان في روين لغو مغا حابو كاس او كشريعانا يا عالنكا دالكا مالتا وعانا ويدامدا انديا اي نولاشا كو قبتي صدن اشان براد بدات صوماليا كوا سي او لغي يي مغالادا مومباي او لغو محكا مدينة يو كيساسكا براد بدادا يافتوب كمهراكيبتا يا سوكر دي بلوين كي لسو دافي وحانا لو سببي جي ان حالات دا كجرتا بدعاس اي ورادا اي كو قادة يان حوتيين تا مراكيبتا اجنبيغا ان اي كنتي ان اي فرصد ان نقضان كوها براد بدادا ايانا ان اي افدوبتان مراكيبتا اسو وعدا لنا عقاعن كعدميد ايو بياها دالكا سوماليا دولادا فدرالكا سوماليا يا دوان لغا شي دولادا توركيغا toban sano heshiis ku kacay oo ay turkigu ku ilaalinayaan xeebaha dalka Soomaaliya oo muddo 30 sano ay ahaayeen kuwa lagu soo qabo qashinka iyo haraadiga warshadaha caalamka iyo kuwa markaas ay ka dhacaan jireef ama kalluumeysi sharci darro oo ay sameeyeen doomo iyo maraakiib waaweyn oo dalalka shisheeye ay leeyihiin ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mas'uuliyiinka socotay wadamada taageera Soomaaliya diblomaasiyiin mas'uuliyiinka socotay dowlad goboleedyada dalka wasiirro iyo madax sharaf kale ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xaqjirka ah ee rabshadaha wata kulankan ayaa waxaa soo agaasimay xarunta qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xaqjirka ah ee rabshadaha wata ee Tubsan agaasimaha guud ee xarunta qaran ee la dagaalanka fikirka xaqjirka ahna la taliyaha madaxweynaha dalka Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka hadlay muhiimada kulankan maanta waxaan halkan isugu nimid oo noo qabsomay shirkii saddex biloodlaha ahaa oo ujeedkiisu ahaa mideynta iyo dabdargelinta howlaha la xiriira la dagaalanka iyo ka hortaga fikradaha xaqjirka ee dalkeena Soomaaliya dabcan shirku waxa ka soo qayb galay dhammaan hay'adaha dawladda qaybooda kala duwan dawlad goboleedyada iyo saaxiibada Soomaalida iyo sidoo kale ururada aan dawliga ahayn ee ka howlgala gudaha Soomaaliya ujeedadiisu waxay ahayd iswareysiga howlaha socda iyo howlaha horumarinta leh ee dawladda Soomaaliya xarunta qaran ee Tubsan oo wakiil ka ah dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya ayaa waxay hor dhigtay howlaha horumarinta leh iyo howlihii u qabsomay dhowrkii bilood ee xaruntu dhisneed runtii dad aad u wanaagsan ayaa inoo qabsantay waxa la isweydaarsaday aragtiyo kala duwan waxa la bogaadiyay howlihii hore u qabsomay ee ay fulinayeen hay'adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ah intaba waxaa munaasabadda goobjoog u ahaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo runtii furay munaasabadda waxaa kaloo nala jooga saaxiibada Soomaaliya ka taageera horumarinta iyo amniga qaybahooda kala duwan kulankan wuxuu ahaan doonaa kulan saddex bilood ah oo saddex bil kastaba qabsoomi doona haddii Allaah uu dalay ka raali noqdo dabcan waxaa jira kulamo kale oo kuwan ka duwan oo bishii hal mar qabsoomi doona iyo kuwa labadii bilba mar qabsoomi doona marka shirkan waa shir saddex bilood ah saddex bil walba ayaa la qaban doonaa waxaana isu imaan doona dowladda Soomaaliya oo ay waxaana soo qaban qaabi doonta shirka xarunta Tubsan waxaa ka soo qayb gali doona dhammaan hay'adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kale waxaa ka soo qayb gali doona siday maantaba u joogeen hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalka ka howlgala dadkii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay dadaalada la dagaalanka fikirka xaqjirka wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Aweyse
ayaa sheegay in ay dawladda wado la dagaalanka fikirka xaq jirka iyadoo siyaabo kala duwan u la dagaalamaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay muhiimad gaar ah siinaysaa hawlahan ay wado hay'adda tubsan maadaama qayb weyn ay ku leeyihiin dadaalada haatan socda ee la dagaalanka qawaarishta iyo dadaalada muddada fog ee la doonayo in waddankan looga sifeeyo dhammaan fikirada xaq jirka ah ugu dambeyntiina waddankan uu noqdo waddan dadkiisu ay mideysan yihiin fikir ahaan iyo diin ahaan iyo caqiide ahaanba waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intay kasoo qayb gashay waxaan garab taaganahay dhammaanba culimmada soomaaliyeed sida wanaagsan u garab istaagay dowladda islamarkaana bayaamiyey howlaha waddanka socda iyo gaar ahaanba sida ay u bayaamiyeen fikradaha xaq jirka ah ee ay kooxaha qaarkood ay ku faafinayaan waddanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso la dagaalanka fikirka xaq jirka How can we ensure that the efforts of our partners and our priorities are aligned? I think that should be the takeaway point. It is very important that we are in agreement on what we are doing, how we are doing it, where we are doing it, and when are we going to do it. If we do not move at a much faster speed than the military operation, then we are going to have a problem. We must prepare the communities and the society at large for a national agenda to eradicate Al-Shabaab. Frankly speaking, the idea of a Somali using improvised devices and explosions was beyond the imagination of any Somali or anybody knows that knows the Somalis 20 years ago. We are known as a warrior nation. But one that would like to narrate a poetry after a war, not just die and never have moments of glory. So these new elements that come our way, where people want to kill others and kill themselves, is an alien concept and we have to reject it. How do we do that? Somalia is not the only place that is affected by radical misinterpretation of Islamic ideology.